شنو هو المشكل دابا عندك ما تقولي غنقول لك عا خليك بحال الجمهور اتصنت لي مع احتراماتي لك عزيز وغالي مرحبا مرحبا خلينا نهضروا في المنطق ونهضروا في الصح الوداد اليوم يعاني على بزاف ديال الجبهات وكاينين صراعات داخل فريق الوداد الرياضي كاينين صراعات اللاعبين ديال الوداد ماشي هما هادوك وتسبينا تاعينا على شي اشباه اللاعبين وما عمرنا هزينا الراس في الجمهور اليوم تيقول لك واحد المثل المغربي قديم تيقول لك تبع الواد الهرهوري اللي تبع الواد السخوتي شتي حنا تنهضروا قلبنا بياض شتي حنا تنهضروا وحدين راه تيسخنوا حدا باب الجلون بالجلون باش يخدموا شي وحدين مضفين صحافه دابا بداو يقترحوا شكون اللي خصو يكون وشكون اللي خصو يدير وحنا ابواله تنديو على ديك الفريقه كلينا فيها خبيز درنا فيها سميه الله يرحم ليهم الوالدين دوك الناس اللي ترينينا عندهم وكبروا بينا الله يكبر بهم انا ماشي حتى اليوم عاد غنجي نهاسم سعيد النصيري هجمت سعيد النصيري ملي كان في القوه ديالو ملي كان في القوه ديالو في الوداد وكيدي الالقاب هاجمته قلت له بارك علينا من السماصريه واليوم السماصريه بو سعيد هما اللي طيحوك السماصريه اليوم هما اللي طيحوا الوداد باش طيحوك بو سعيد تختي فيهم وجابوا لك لعابه لا يستحقون قميص الوداد الرياضي لانه حشومه لعابه ديال الفريق الاول نزلوا لعبوا مع لي سبوار وما قدروش ينافسوا لي سبوار فبالتالي غادي نعاد يعطوك في الفريق الاول سعيد النصيري قلبك بياض كيدير الخير بزاف انا تنعرفو مزيان ولكن راسو في حجره تيمشي الا قالوا لي العليلي قال وكان ولاد اللدينة اش كيديروا تيقطعوا لي في شوف تي في تيقطعوا لي واحد المقاطع على الخيبه وما تيقولوش ليش تيقول شي لا تيشدوا هو كيحقد ودارت الايام تلاقينا انا وقال لي انا قلت لي تا شنو سمعتي شنو سمع قال لي صيفط لي الليام ديك صيفط لي الليام ديال بعض الفيديو المباشر شافهم عاد داك يقطع قال لي انت كنتي بالعكس قال لي انت ما خافش منك انت بدا كتواجهني مباشره عكس هذوك اللي كيحفروا وكيجيو عندي وكذا انا كنهضر هنا على بعض اللاعبين السابقين اللي نهار اللي كيبغيو يخدموا هذا كيبدلوا الجلد ديالو دابا راه كيسخنوا حنا راه تنهضروا ولكن ماشي لصالحكم هذه المره ما غاديش ديروها بينا هذه المره غتخليو الجمهور يحكم ماشي الجمهور المريقيه اللي عندهم الصفحات اللي كيبركوا يطبلوا لهذوك اللي باغيين يخدموا عليه انه كاين واحد الفئه ديال واحد اللعابه قدامى هما اللي تيخدموا